يا ترى انت مع اني رأي فيهم، المشروم اغسله ولا ما اغسلوش؟ تعالي معايا على المطبخ هوريكي 3 طرق لتنظيف المشروم بتاعك. ونيجي للسؤال اللي حير ستات مصر والدول العربية كلها، والمشروم بيتغسل ولا لا؟ انا هقولكم على طريقة ثالثة خالص. المشروم يا جماعة بيتقشر، دي اول طريقة معانا. بتمسكي بصي طرف السكينة كده، بتيجي من اول المشروم كده تطلعي كأن حتة صغيرة، وبعدين تعمليها بصبعك وتروحي شد، تعملي تاني كده اهي كأنك بتسلكي اول طبقة. عارفين المشروم كأنه زي البصل طبقات، فانتي بتشيلي الطبقة بالسكينة وبتعملي بإيدك كده وبتشدي. دي أول طريقة. هتيجي واحدة تقولي أنا يا مي ماليش طقطان على قصة التقشير دي، بتاخد وقت وعايزة حرفية وكده، ومعاها كل الحق. هقولها إيه؟ منزل مطبخ بس تقسميه كده 3-4 كده، يعني يبقى تخين شوية في إيدك. وهتروحي مثلا حاطة جايبة مية شوية صغيرين كده، وبلل المنزل أهو، المنزل بتاعي بقى مبلول. وحط على المية شوية خل عشان أطمن برضو إن الإيه الحاجة نطفت معايا. حط شويه خل صغيرين يعني ميه، وخل على منديل مطبخ عادي جدا، بس اكون مطبقه كذا طبقه عشان ما يقطعش مني. وهتمسكي كل مشرومية وتروحي مسحيها حته حته كده، وتروحي مسحيها. ودي الطريقه تانية كانت معانا، ان انا بمسح المشروم بمنديل مطبخ مبلول ميه وخل. المجموعه الثالثه بقى اللي بتحب تستسهل خالص، عندها الاوبشن بتاع الغسل، بس الغسل يكون يا جماعه في مصفى، يعني ما احطش بقى المشروم واقعد اغرقه ميه في حله ولا حاجه، لا عادي كاني دي ميه نازله من حنفيتك كده، بتروحي حاطاه في مصفى وتشطفيه بس كده، مجرد شطف سريع كده، وتسيبيه في مصفى يصفي، يعني بس الميه كان الجاريه بتلف كده عليه، واسيبه يصفى على طول. اهي الحاجات السوداء كلها وقعت من فوقيه وخلاص بقى نظيف. كان معانا 3 طرق مختلفه لتنظيف المشروم بتاعك، اختاري الطريقه اللي انت عايزاها، مفيش حاجه اسمها صح وحاجه اسمها غلط، في حاجه انا مقتنعه بيها وهي دي اللي انا همشي عليها. بشكرك واشوفك في فيديوهات تانية من اكلك احلى مع مي فؤاد.